هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. دمشق تؤكد وحلفاؤنا في لبنان انتصروا شعبيا، حزب الله حافظ على موقعه والمزاج المسيحي لم ينقلب استراتيجية. اطمئنان في سوريا إلى الحالة الشعبية الداعمة للعلاقات الثنائية مع لبنان بعيدا من التشويش الغربي. وأي تأثير للتوازنات الإقليمية والخارجية في المشهد اللبناني سواء عند التسويات أو في لحظة الاشتباك؟ مرحبا بكم بواقعية القريب. تفتح دمشق صفحات نتائج الانتخابات اللبنانية لتقرأ في لغة الأرقام بعيدا من التهويل والتضليل. هي تؤكد أن حلفاء سوريا حصدوا أكثرية شعبية وأن حزب الله حافظ على موقعه لتبدي اطمئنانها إلى الحالة الشعبية الداعمة للعلاقات اللبنانية السورية. في مقاربتها تستند دمشق إلى الأرقام التي تدحض كل حملات التسويق لخسارة حلفائها في ذلك المشهد الانتخابي خبير نادر من حيث التدخل الخارجي فيه سواء عبر الضغوط والتضييق على هذا الطرف أو تمويل حملات وتركيب لوائح عند الآخر. استراتيجيا تؤكد دمشق أن المزاج المسيحي في لبنان لم ينقلب ضدها. صحيح أن سوريا لم تقحم نفسها في الشأن الانتخابي اللبناني، لكنها تدرك جيدا أن رابطي التاريخ والجغرافيا والتوازنات الإقليمية يرخيان بظلالهما على الواقع اللبناني. فكيف تتأثر البلاد بترتيبات الإقليم سواء عند التسويات أو عند اشتداد الاشتباكات والخلافات؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الدكتور وسيم بزي، معنا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية السيد جون ماكرون، معنا من العاصمة عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية السيد عريب رنتاوي. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بما رآه مصدر سوري رفيع للميادين بأن حلفاء سوريا وفي طليعتهم حزب الله حصدوا أكثرية شعبية، فكيف تنظر سوريا إلى نتائج الانتخابات اللبنانية؟ على اعتبار أن البلدين يتأثران تلقائيا بما يجري فيهما، تولي دمشق حيزا من اهتمامها للحدث اللبناني الذي شهد تحولات ملحوظة لكن غير جذرية ولا تستدعي القلق، وفق ما يؤكد مصدر سوري رفيع للميادين. يؤكد المصدر أن الأرقام تثبت وفق قانون الانتخابات اللبناني أن حلفاء سوريا وفي طليعتهم حزب الله حصدوا أكثرية شعبية، وهو عنصر يطمئن دمشق إلى ثبات الحالة الشعبية الداعمة للعلاقات اللبنانية السورية بعيدا من عناصر التشويش الغربية. وفق المصدر الرفيع، فإن ما يضر سوريا هو أن يتغير لبنان الرسمي والشعبي على نحو واسع ووازن ضدها، وهذا لم يحدث، وبالتالي ليست الانتخابات مهمة كما هي الحالة الشعبية الأوسع. وفي قراءة المشهد الانتخابي، يبدي المصدر الرفيع اطمئنانه بناء على ثبات موقع حزب الله على قاعدته الشعبية العريضة والمتزايدة، وثبات موازين القوى على الأرض، إذ إن تحديدها في لبنان ليس مقتصرا فقط على نتائج الانتخابات. أما عن بعض الأطراف المناوئة لسوريا، فوفق تقديرات المصدر السوري الرفيع، أدت عوامل عديدة دورا في تقدمها الانتخابي، أبرزها التدخل الخارجي الواضح والأموال الطائلة التي دفعتها. يشدد المصدر كذلك على أن حصول خصوم القوات ولا سيما التيار الوطني الحر على كتلة نيابية وازنة تأكيد على أن المزاج المسيحي في لبنان لم ينقلب ضد سوريا بالمعنى الاستراتيجي للكلمة. وبالنسبة إلى المصدر السوري الرفيع، فإن من المبكر تقييم وصول مجموعات مدنية إلى البرلمان بانتظار توضيح مواقف هؤلاء النواب من قضايا جوهرية تهم سوريا، وهي المقاومة والعداء لإسرائيل. مرحبا من جديد بضيوفنا، سأبدأ وياك دكتور وسيم بزيع. أسألك بداية عن أهمية هذا الموقف مضمونا، وأيضا أن يكون هناك رغبة بدمشق للإبداء ربما أو الإفصاح عن هذا الموقف وإن كان من خلال مصدر رفيع سوري. أولا تحية لحضرتك ست راميا وللأستاذ جو والأستاذ عريب ولمشاهدي الميادين. حقيقة يسجل لكم كميادين من خلال تصريحات المصدر المسؤول العالي المستوى أن هذه أول إطلالة سورية تفصيلية، وإن كان
من خلال مصدر مسؤول لم يكشف عن اسمه تحاكي الحقائق الثابتة والدامغة حول ما آل إليه مشهد الانتخابات النيابية اللبنانية أولا. ثانيا، بكلام المصدر المسؤول كان هناك ولوج إلى تفاصيل خاصة بالفسيفساء اللبنانية وبالمشهد الجديد الذي أضحى عليه البرلمان، أيضا السوري بشكل مباشر عم بيحدد موقفه منه. ثلاثة، وهون برأي الجوهر، أن سوريا تتعاطى مع المشهد السياسي اللبناني ككتلة وليس كعناصر متفرقة. وبعمق هذه الدلالة حينما تحدثت عن التحالف مع المقاومة ومع حزب الله تأتي أول عملية استجلاب لحقائق حاولت أن تزور الواقع، حينما حاول البعض بمنطقهم السياسي أن يقولوا أن حلفاء سوريا في لبنان قد هزموا. أنا برأيي هذه نقطة جوهرية جدا، أنتوا ساهمتوا اليوم إلى حد كبير بجلاء ووضع بنصاب الحقيقي. أما بالمضمون الخامس بهيدا المسار، أن موقع لبنان الجيوسياسي بالنسبة لسوريا هو رأس حرب بمحاولة يعني جلاء نتائج الانتخابات وإسقاطها على الدلالات الاستراتيجية لموقع لبنان. وبالتالي المنتصر الحقيقي بهذه المعركة هي المقاومة وحلفائها، وأن سوريا تتعاطى بالمعنى الاستراتيجي مع هذا الحليف الكبير الذي أعطت الانتخابات مجموعة من القرائن والأدلة أنه الحال الأكثر شعبية وقدرة على إثبات نفسه من خلال نتائج. هذه نقطة مهمة وربما تكون في جوهر يعني النقاش أو حتى المضامين التي ربما أرادت دمشق إرسالها من خلال ما نقل مصدر سوري رفيع. لكن في بعض الحيثيات أنت تحدثت أنه تنظر إلى كتلة، لكن في بعض يعني النقاط التي تبدو لافتة، يعني عندما يقول المصدر السوري رفيع ثبات موقف حزب الله ضمن الطائفة الشيعية، وهذا جديد يعني في أدبيات الخطاب تفصيليا بالنسبة لدمشق، بأنه حافظ ثبات موقف حزب الله ضمن الطائفة الشيعية على قاعدته الشعبية العريضة والمتزايدة. تعليق سريع أسألك عنه، التعليق عن تحديدا عنه. تعليق سريع، أولا لأنه موضوع 27 نائب شيعي في البرلمان، ونحكي عن نظام طائفي ست راميا، هذا حائط صد أساسي. اثنين، الميثاقية الشيعية الممسوكة من خلال 27 حائط صد تاني. ثلاثة، نبيه بري مرشحا وحيدا لانتخابات البرلمان، حائط صد ثالث. أربعة والأهم، أي حكومة ستشكل بناء على توازنات البرلمان الجديد، من هم الشيعة الذين سيمثلون الوزن السياسي الذي أفرزته الانتخابات في التشكيل القادم؟ وهون برأيي أنا العنوان الكبير الذي لن يستطيع أحدا تجاوزه بغض النظر أين ستكون الأكثرية وأين ستكون الأقلية. وموقف الحاج محمد رعدل اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة حكى أشر بالكثير حول هذا المضمون، خاصة ست راميا أن موضوع الأكثرية المتعلقة بالمقاومة تحديدا قد تكون إلى خصوصيتها بغض النظر عن حركة الأقليات والأكثريات، لأنه يمكن في أكثر من 11 نائب خارج ال 59 اللي عم نحكي عنهم رح يمثلوا وزن 70 لهم علاقة بالموقف من المقاومة. لاحظي شو قال المصدر المسؤول، ملاحظة أخيرة، أما بموضوع التغييريين الجدد الذين دخلوا إلى البرلمان فالحكم على موقفهم سيقف بناء على موقفهم من قضية المقاومة، وهذه إشارة سورية بالغة. طيب، وانطلاقا من ذلك أنتقل إليك سيد جو معكرون، فيما جاء أيضا يعني إذا كان أيضا لديك أي قراءة خاصة، لكن فيما جاء في جوهر يعني ما طرحه دمشق عبر هذا المصدر الرفيع، أشار إليه أيضا دكتور وسيم بزي، في اطمئنان في سوريا الحالة الشعبية الداعمة، العلاقات الثنائية مع لبنان بعيدا عن التشويش الغربي كما يعني جاء نصا عبر هذا المصدر
الرفيع السوري. في سؤال مباشرة هنا، هل الأمر كذلك إذا ما لاحظنا عدم الاحتفاء والاحتفال الغربي تحديدا الأمريكي بنتائج هذه الانتخابات، علما أن الإعلام حاول واستمر في تكريس حالة مغايرة يفترض أن نرى احتفاء فيها أمريكيا على الأقل؟ يعني مساء الخير. اول شيء بس صغير للاستاذ وسيم في 28 المقاعد الشيعيه، يعني انا لا اوافق يعني بالبدايه مع تقييم المصدر الرفيع، يعني يعني في هزيمه لخساره لكثر من حلفاء اساسيين للنظام السوري في لبنان، بدون ما ندخل بالاسماء بس واضحه يعني شفناها بعلي وشفناها بقاع وغيرها من المناطق. حزب الله هو حاله قائمه بحد ذاتها، يعني لا بالضروره يعني انتصار له، يعني هو طبيعي بشكل طبيعي انتصار للنظام السوري. التيار الوطني الحر ايضا ديناميته معقده ومواقفه كانت اكثر وسطيه في العلاقات اللبنانيه السوريه، وفي يعني ديناميات يعني مختلف. اما بموضوع يعني بشكل عام، يعني صار في تراجع بالاكثريه يملكها حزب الله بشكل عام، لكن لا يزال يعني لديه قوه وحلفاء في المجلس النيابي، قد يضطر الان ان يمد اليد اكثر ربما لخصومه حتى لتمرير بعض الامور مثل انتخاب المجلس رئيس المجلس او القضايا الاخرى. يعني هناك تراجع، لكن طبعا المجلس النيابي ليس هو مصدر اساسي للقوه للنظام، هناك يعني ديناميات مختلفه مغايره لكيف يتاثر وكيف يتم صياغه القرارات في النظام اللبناني. المجلس دوره محدود في هذه النقطه. اما في موضوع الغربي، نعم يعني الاعلام يحاول ان يكون هناك تراجع في الاكثريه في بأكثرية حزب الله. لم يكن أحد يتوقع يعني مفاجآت كبيرة في هذه الانتخابات، الهامش قليل. كنا نعرف أن هناك موضوع عدم ترشح سعد الحريري وتيار المستقبل، كنا نعرف أن هناك تراجع ما في كتلة تيار الوطني الحر نتيجة الإرث الرئاسي. كان السؤال من سيرث هذه المقاعد، ما هو دور؟ طيب سيد معكرون، انا لا اريد ان اقاطعك، علما انه الدكتور وسيم يعني بالارقام يعيد حساب كل اسماء يعني الثنائي الوطني 27 سنه، هذا العدد الشيعة الميثاقي، نعم. يعني 27 شيعة و27 سنه واثنين علويه، هي قد ايه صرنا؟ 56 وثمانية دروز، هيدا عدد البرلمان مقسم كمحمديين و64 مسيحيين. طيب هلا هذه نقطة تجاوزناها، لكن أنا ما كنت أريد أن أسألك عن، ليس في عمليا تركيبة يعني توزيع الكتل البرلمانية فيما اختلفت من صيغ وإمرار ذلك حتى بين الحلفاء، يعني حزب الله وحلفاء، وكان ذلك موجود في إطار التسويات والتفاهمات، لكن التركيز على الحالة الشعبية بحد ذاتها كوعاء شعبي انتخب حلفاء يعني يقدمون بأنهم حلفاء لسوريا، ما يريح حتى في مزاج الناخب يعني اللبناني باتجاه العلاقة أيضا مع سوريا. يعني الموضوع السوري لم يكن قضية في الانتخابات، يعني إذا كان هناك يعني محاولة تصوير هذا الموضوع، العلاقات اللبنانية السورية لم تكن يعني انتخاب الوطن الحر أو انتخاب حزب الله لم يكن نتيجة النفوذ السوري في لبنان، لم يعد كما كان سابقا، هناك قوى أخرى هي مؤثرة أكثر في هذا الإطار. ما أحاول أن تصويره أنه لم نعد قبل 20 عاما، الديناميات تغيرت في سوريا وفي لبنان، فالمحاولة تفسير أن انتصار حزب الله وحلفائه قد يصب بالضرورة للنفوذ السوري، هذا فيه جدل عن هذا الموضوع، هذا ما أحاول قوله. طيب لكن هل ألا يعتبر أن هناك إخفاق أمريكي في نتيجة هذه الانتخابات بكل حيثياتها بما فيها يعني ما أشير إليه من المصدر السوري الرفيع حول الشعبية أو يعني اللبنانية بشكل أو بآخر داعمة لخيارات ربما المقاومة وأيضا حلفائها، في إخفاق أمريكي كنتيجة؟ يعني ما أعرف، لا أعرف ما هي كانت التوقعات الأمريكية، يعني أعتقد كان هناك إدراك، هناك الكثير من يتابعون الملف اللبناني بشكل جدي في الإدارة، كان هناك إدراك مسبق أن الانتخابات لن تكون يعني تغيير فيها تغيير كبير، يعني كان السؤال إلى أي مدى سيتحقق المرشحي الانتفاضة، إلى أي مدى سيفوزون ربما في بعض المقاعد، كم سيخسر التيار الوطني الحر أو
ما هي تداعيات، تساؤلات حول ما تداعيات انسحاب سعد الحريري، لكن لم يكن أحد يعني موهوم بأن هناك هزيمة كبيرة لحزب الله أو غيرها. يعني الواقع طيب في لبنان معروف إلى حد ما، فبالتالي لا أعتقد أن هناك توقع أمريكي كبير. لكن بشكل عام لا أعتقد يعني أن يعني سيكون تأثير كبير على السياسة الأمريكية من ناحية ماذا سيحصل. لكن لديهم الآن ربما ناس مقربون أكثر منهم في هذا المجلس مقارنة مع ما كان في المجلس السابق. طيب لا ادري سيد عريب رنتاوي ان كان لديك ايضا يعني توضيح اكثر حول حقيقه ما كانت ترمو اليه الولايات المتحده الامريكيه من خلال الدعم الذي عبر عنه شينكر وديفيد هيل، ويعني قبله كان في الكثير من يعني ضمن الاداره الامريكيه الذين تحدثوا من ضمنهم جيفري فيلتمان عن عمليه الضغط للتاثير على شعبيه وعلى موقع حزب الله، وبالتالي يفترض ان ذلك في الانتخابات اقل هذه خصوصا بعد 2019. لكن ايضا ما رايك، ما الذي قراته فيما صدر عن دمشق من خلال مصدر رفيع سوري للميادين، لا سيما لحيثيه يعني الحديث عن خساره حلفاء سوريا في حين ان سوريا لم تكن معنيه او منخرطه في هذه الانتخابات؟ يعني تحيه لك وللضيوف الكرام والمشاهدين والمشاهدات ابتداء. ليس خاف على أحد بأن كثير من الأطراف الدولية والإقليمية كانت لها تفضيلاتها، ترجيحاتها، كانت لها يعني بعض الجهات التي ترغب أن تراها وقد سجلت فوزا حقيقيا أو اختراقا إن شئت في هذه الانتخابات. ربما كانت واشنطن تراهن على نتيجة أفضل من ذلك، ولكن في الحقيقة لم نرى تصريحا أمريكيا أو دراسة أمريكية حول لبنان والانتخابات ذهبت في توقعاتها إلى أبعد مما حصل. حتى ديفيد شنكر الذي حظي باهتمام بالغ خلال الأيام القليلة الفائتة في الإعلام اللبناني، هو كان يتحدث عن 8 إلى 10 مرشحين من الحراك المدني، ولم يكن يعني يتحدث عن انقلاب في المشهد يعني بعد في إثر الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة. بالنسبة للبيان السوري، أعتقد أن دمشق تريد في الحقيقة أن تطمئن نفسها أولا، وأن تطمئن داعميها وحلفائها في لبنان وخارجه إلى أن الحالة لم ينقلب رأسا على عقب، ولكن البيان السوري نفسه أشار إلى بعض التراجع في هذا المجال، ولكنه لم يتحدث عن تراجع بالمعنى الاستراتيجي، تحدث ربما عن تراجع تكتيكي. وفي ظني أن تقييم الانتخابات النيابية لا يمكن أن يقرأ لا بتصريح أمريكي أو دراسة أو مقالة أمريكية هنا، ولا ببيان المصدر السوري الرفيع يعني على المقلب الآخر. لدينا خريطة الآن، وعلى الشاشة الثانية التي أنظر إليها الآن هناك خريطة تفصيلية لمجلس النواب، كل حزب أسماء الأعضاء الذين فازوا من الأعضاء 128 في المجلس النيابي. مقارنة بما كنا عليه، أستطيع القول أن حزب الله وحلفائه سجلوا تراجعا في هذه الانتخابات، سجلوا خسارة في هذه الانتخابات. ليست ضربة قاضية كما كان يأمل البعض في هذا المجال، ولكنها خطوة إلى الوراء. هذه حقيقة، الحزب وحلفائه ما عادوا يتوفرون على الأغلبية النيابية، وهذا أولا. ثانيا، خصوم الحزب حققوا تقدما، ولكنه ليس اختراقا بهذا المعنى. حزب الله وحلفائه خسر الأغلبية، الأغلبية النيابية لم يربح أحد في هذا المجال. البرلمان اللبناني تشظى أكثر من أي وقت مضى، والسيد حسن نصر الله في أحد خطاباته قال ربما يكون هذا أمر جيد، بمعنى وجود كتل عديدة في البرلمان وعدم وجود أغلبية كاسحة لفريق على حساب فريق آخر، ربما يفتح الباب لتسويات ولمفاوضات ولحوارات بهذا المعنى، وهذا صحيح. إذن نحن نتحدث عن تقدم تكتيكي ليس اختراقا لخصوم الحزب، نحن نتحدث عن تراجع للحزب ولكن بالنقاط وليس بالضربة القاضية كما كان يؤمل في هذا المجال. لكن سيد رنتاوي يعني حتى يعني نفهم بالمعنى
أي مكاسب كان يراد بنتائج الانتخابات؟ يعني حزب الله حتى أسألك سؤال معذرة، حزب الله وحلفائه كانوا يحوزون فعلا على الأغلبية البرلمانية، لكن بمعنى الإفراز بالعمل الداخلي اللبناني هذا البلد تقوده التفاهمات، وهذه الأغلبية لم يستطع من خلالها أن يحقق ربما المشروع الذي يريده ضمن مسار الإصلاحات والتعامل مع الملفات الداخلية. نعم. لكن هذه الأغلبية كان يراد بشكل أو بآخر أن يتم انتزاعها تحت عنوان أساسي الذي كان يركز عليه بالحملات لخصوم حزب الله، هو موضوع سلاح المقاومة. إن لم يكن على المستوى الشعبي يعني شعبيا بالنسبة لحزب الله وحلفائه حصدوا ذلك كمزاج ناخب ولا حتى في التأثير، هذا يسجل بمكان أو آخر بعدم قدرة على الوصول للنتائج كفكرة حقيقة الخسارة الاستراتيجية. يعني سميها كما شئتي، أنا أحاول أن أسمي الأشياء كما هي. أنا في ظني أن الحزب سجل خسارة وحلفائه في هذا المجال، ولكنها ليست كما قلنا خسارة ماحقة بهذا المعنى. انتزعوا الأغلبية من الحزب وحلفائه، ولكن لم يودعوا هذه الأغلبية في جيب أي من خصومهم. هذه هي حقيقة جديدة في البرلمان يعترف بها حزب الله. صحيح. يعني وتحدث بها الأمين العام لحزب الله قبل أيام قليلة فقط، وكنت أستمع إليه بدقة في هذا الموضوع. إذن هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. وعندما نقول يعني تكتيك الخصوم في الحقيقة في الانتخابي، كان يدرك تماما أنه من الصعب تسجيل اختراقات يعني ضد قوائم حزب الله في بيئته الشيعية الحاضنة. التركيز كان في الحقيقة على محورين اثنين في الانتخابات: الهجوم على التيار الوطني الحر بوصفه الحليف المسيحي الأكبر والأبرز لحزب الله لصالح خصمه حزب القوات اللبنانية، والمعركة كانت كسر عظم بين التيارين كما وهي لا زالت مستمرة على هذا النحو. والنقطة الثانية تصعيد أكبر عدد ممكن من قوى المدنية وقوى الحراك الشعبي، بالذات بعض العناصر اللي تركز خطابها السياسي على سلاح حزب الله، لأنه الحراك أيضا ليس كتلة واحدة. يعني هناك حراكيون ديمقراطيون تقدميون وطنيون إصلاحيون ركزوا في حملاتهم أساسا على الفساد وإصلاح النظام السياسي والمحاصصة الطائفية، وهناك شخصيات حراكية كان موضوعها الأساسي أو ربما الوحيد في هذا المجال هو سلاح حزب الله. ثم أن أنت لديك الآن 15 نائب خارج الحراك، عندك 15 نائب مستقل بعضهم مقاومون يعني يشهد لهم في هذا المجال، وإلا بما تصفين يعني إلياس الجرادي أو حتى كمان يعني أسامة سعد وعبد الرحمن الفزري وغيرهم في صيدا ومناطق أخرى. هؤلاء مقاومون منذ سنين وأبا عن جد إن شئت يعني في هذا المجال. لكن هناك مستقلون استمعت إليهم أنا في الأيام الأخيرة الفائتة، لديهم خطاب ناري يعني ضد المقاومة، ضد حزب الله، ضد السلاح، ضد يعني ذاهبون في هذا الأمر حتى نهاية المطاف. إذن نحن لسنا الآن أمام أغلبية واضحة قطعية محسومة لصالح فريق على حساب فريق آخر. الاستحقاق الأساسي أمام هذا البرلمان اللي تحدث عنه السيد وسيم البزري قبل قليل، انتخابات رئاسة المجلس سينجح نبيه بري لا محالة، لأنه المرشح الوحيد وليس من بين السبعة وعشرين. نعم. سمحتيني نص دقيقة. وليس من بين 27 نائب شيعي من سيتقدم للمنافسة في هذا المجال، لكن السيد نبيه بري قد ينجح بأصوات أقل. صحيح. من تلك التي حظي بها. الحكومة القادمة إن تشكلت الحكومة قبل نهاية العام سوف تكون حكومة توازنات وتوافقات. صحيح. وفي الميثاقية أيضا ستدخل في هذا الحساب. رئاسة الجمهورية وهي الاستحقاق الأهم يعني، وخلينا نستبق الأمور، في ظني أن المرشحين الثلاثة الأكثر رواجا جبران باسيل، سليمان فرنجية، ومرشح القوات اللبنانية ما عاد لهم نصيب الآن يعني على الأرض. وهذا يفترض أنه محل نقاش القادم بسبب هذه التوازنات سوف يكون رئيسا توافقيا ومن خارج الصندوق الذي جرى يعني فتحه خلال الأشهر القليلة الفائتة. طيب فكرة النقطة الأساسية بمعنى الأغلبية، فكرة أنه في خسارة لحزب الله وحلفائه هذا واقع موجود بتراجع عدد المقاعد التي كان يحوزها. النقطة التي كنت أسأل عنها بمعنى
هل كان يراد هذه الصيغة من البرلمان؟ هل كان يبحث عن أغلبية مريحة وبالتالي تمرر قوانين في وجه المقاومة كما كانت حملات انتخابية وبالتالي تكون مشاريع قوانين؟ أو حتى برلمان بأغلبية مريحة يفرز حكومة عنوانها الأساسي سلاح حزب الله؟ هذا الإفراز الذي كنا نبحث عنه بالمعنى الاستراتيجي لأي أغلبية كان يراد لها في الضخ الإعلامي والمالي، أقل التصريحات التي جاءت أمريكيا أو حتى العمل على الأرض مباشرة سعوديا. أحيل هذا الأمر إليك دكتور وسيم بزي مع السؤال أيضا لتفصيل جاء فيما يعني صرح به مصدر سوري مسؤول رفيع. استراتيجيا دمشق تؤكد أن المزاج المسيحي في لبنان لم ينقلب ضدها، هذا يعني التفصيل أو الإشارة إليه إلى أي درجة هو مهم خصوصا للواقع المسيحي والعلاقة أيضا كمكون خاصا ولبنانيا عامة مع سوريا، ليس الآن فقط وإنما عودة حينما كان الوجود السوري أيضا في لبنان. لا أنا برأيي هذا مهم جدا ست رامية. ليش؟ بدأ المصدر السوري بداية من الموضوع الشيعي، اثنين من الموضوع الشعبي والمزاج العام والأكثرية الشعبية، لأنه صحيح اللي عم بيقوله الأستاذ عريب أنه في واقع انتخاب جديد في توازنات البرلمان، ما حدا عم ينكره، على الأقل المقاومة وحلفائها واضع عندهم 59، بس بدنا نشوف ال 69 التانيين مع مين وضمن أي توازنات، وهل هناك عنصر ربط بيناتهم نحن مش شايفينه رح يكرسهم أكثرية بالمقابل، يبنى على الشيء مقتضى ما حدا عم ينكر. أما بموضوع سوريا والعنوان المسيحي، وبرأيي هي نقطة جوهرية جدا، لأنه كان ضمن المسار الذي أراده أعداء سوريا وأعداء المقاومة هو تجويف الساحة المسيحية من أي مضمون سياسي إيجابي للعلاقة مع سوريا بالمرحلة القادمة، خاصة أن التيار الوطني الحر بكتلته مع حزب التشناق اللي هي 21 نائب، برأيي أنا هذه مقاومة شرسة خاض التيار الوطني الحر، ونحن على بعد 5 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس، ودائما العهود عندنا بلبنان ست رامية بيكون التلت الأخير مرحلة أفول للعهد، وبالتالي هذه معركة شرسة خاض التيار مع الخارج والداخل، وهو ال 21 هن عدة المعركة لمرحلة ما بعد عهد ميشيل عون، فما بالك أن الوزير باسيل بخطابه أول أمس كان واضح بخياراته الداخلية وبالعلاقة مع سوريا، وأننا نستعد قريبا لزيارة للوزير باسيل إلى دمشق بالغة الدلالات والمعاني بظل كم مشترك من الأولويات اللبنانية السورية. عم نحكي عن ملف النازحين، عم نحكي عن المصير الاستراتيجي، عم نحكي عن المصالح المشتركة وغيرها وغيرها وغيرها. لذلك سوريا لها حق أن تعتبر هذه النتيجة المسيحية مقابل خصومة وأعداء إنجاز وفعل انتصار يبنى عليه في المرحلة المقبلة. مما لا شك فيه عندما نرصد هذه الانتخابات البرلمانية اللبنانية، يعني حجم الحضور والمتابعة الإعلامية وحتى المواقف العربية الإقليمية والدولية تضع هذه الانتخابات في استحقاق أوسع استراتيجيا، ويبدو قد تكون لبنان أو يكون لبنان من البلدان يعني القلائل الذي يهتم بها انتخاباتها بالخارج من انتخابات المحلية. هذا إذن سيدفعنا لأن نبحث في مآلات المشهد في ظل ربما تغير في توازنات الإقليم أو ربما الذهاب لتسوية أو اشتباك أي موقع للبنان في ذلك. وإياك دكتور وسيم بزي، سيد عريب رنتاوي، سيد جو معكرون ومشاهدينا، لكننا سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. الانتخابات النيابية اللبنانية أفضت إلى حصول تكتل الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا مع عدد أصوات بلغ أكثر من 487 ألف صوت، أي نحو 26.20% من عدد الأصوات الإجمالي. أما التيار الوطني الحر والتشناك فتمكنا من حصد 21 مقعدا مع عدد أصوات بلغ أكثر من 164,500 صوت، ما يمثل 8.80%
من عدد الأصوات الإجمالي، بينما حصدت القوات اللبنانية أكثر من 147,600 صوت بنسبة بلغت 7.90%، ما مكنها من حجز 18 مقعدا. الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه حصدوا 9 مقاعد وأكثر من 83,000 صوت، فيما تمكن أعضاء تيار المستقبل السابقون من حصد 6 مقاعد من خلال أكثر من 256,000 صوت. أما المقاعد النيابية الباقية فتوزعت بين كيانات حزبية متعددة وشخصيات مستقلة وما يسمى المجتمع المدني. انطلاقا من كل ذلك، وبعد هدوء الرؤوس الحامية التي حاولت تقديم نفسها منتصرة ومكتسحة لنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان، تبين استحالة الوصول إلى نتيجة في معركة إزاحة حزب الله عن المشهد اللبناني أو حتى الإقليمي أو إلغاء حلفائه والتيارات الأساسية برغم الحملات المدعومة من واشنطن وباعترافها. لم تفلح محاولات قلب المشهد السياسي في لبنان برغم مليارات واشنطن والرياض، أقله بما اعترف به الديفيدان هيل وشنكر عن حرب اقتصادية على لبنان لا هوادة فيها رافقتها عقوبات وتحريض وتشويه لحزب الله وحلفائه. مشهد ما بعد الانتخابات انجلى عن فشل مساعي تقويض دور المقاومة بعد كل الضغط السياسي والإعلامي والمالي الذي بدأ مع ديفيد هيل عام 2020، حيث أنفقت واشنطن 10 مليارات دولار في لبنان ضمن استراتيجية مواجهة حزب الله. ومثلها اعترافات خطيرة أدلى بها مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد شنكر قبيل الانتخابات، تتعلق بالدور الذي أدته إدارة ترامب لتسريع الانهيار المالي وتشديد العقوبات والحصار على بيئة حزب الله، وبشأن استغلال حركة 17 تشرين لتشويه صورة الحزب وإضعافه مع حلفائه. اعترافات علنية لا يمكن وضعها إلا في إطار التدخل الفاضح وفي توقيت يعبر عن الأسلوب الأمريكي المعتاد المتمثل في الاستخفاف بالشركاء أو التخلي عنهم بعد انتهاء أدوارهم. أما الدبلوماسي المتقاعد ديفيد هيل فحذر بعيد انتهاء الانتخابات النيابية من مصير غامض ينتظر البرلمان اللبناني الجديد المنقسم بشدة بحسب وصفه، ومن أزمة حكومية ستطول وشلل يهدد لبنان. تصريحات عبرت عن إحباطه من نتائج الانتخابات التي كان يأمل أن توجه ضربة لحزب الله وحلفائه المسيحيين، فجاءت النتائج على عكس الآمال. هيل مستسلما دعا واشنطن لمحاولة فهم سبب نمو حزب الله على الرغم من 40 عاما من المعارضة الأمريكية له ولنفوذه، ونصحها بأن تكون أكثر واقعية. نصائح تأتي ضمن مساع أمريكية لتقويض دور الحزب وحضوره، وبينها تصعيد المجموعات الإرهابية ضد بيئة المقاومة في لبنان وسوريا. ومجددا دعوة نقلتها وسائل أعلام إسرائيلية عن ناشط رئيسي مؤيد للقوات اللبنانية قال فيها إنه لا يمكن مواجهة حزب الله إلا بمساعدة الخليج والأوروبيين والأمريكيين والإسرائيليين لإجباره على تسليم سلاحه. نجدد الترحيب بضيوفنا دكتور وسيم بازي معنا هنا في الاستوديو، سيد عريب الرنتاوي معنا من عمان، ومن واشنطن سيد جو معكرون. مرحبا بكم جميعا من جديد، وسأنا في النقاش وإياك سيد جو معكرون. في الخلاصة بالنسبة للتعامل الأمريكي وفيما جاء في التقرير، ويعني نضيف عليه في مقال يعني لديفيد هيل انتخابات لبنان لا تقدم أي خلاص في ويلسون سنتر كان عن نتائج الانتخابات، تحدث عن 3 اعتقادات خاطئة، بأنه أحد الأوهام هو تقليص حضور حزب الله البرلماني من خلال يعني التقليل من قوة حلفائه. النقطة الثانية أنه هل يمكن فعلا للمستقلين بين قوسين أن يستطيعون التقدم بالنظر للنظام المغلق للبرلمان وفق الصياغة المرتبطة بالتوزيع والمحاصصة الطائفية؟ وفي الختام، حمل المسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن النتيجة، بمعنى آن الأوان بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين لتقويم ما إذا كان لبنان يمثل أولوية، ما الذي قد يحكم ذلك سيد ماكرون؟ يعني اولا ليس بالضروره دائما يعني كلام او مقال مسؤولين سابقين في الاداره يعبر عن ما يخفي موقف ما من الاداره. ديفيد هيل يعني دبلوماسي موزون، كلامه جزء من تحليل لرؤيته وايضا جزء من خبرته. طبعا شنكر فيه نجاسيه كبيره، ليس دبلوماسيا، دخل على طريق الخطا الى الاداره، وكلامه ليس جديد، لكنه مطلع كان بملف لبنان يعني. نعم، لكن دعيني أكمل. لم يصنع سياسة لبنان بشكل رئيسي، كانت تصنع في البيت الأبيض، كان هناك أولوية لترامب في أكثر من جهة،
وهو يحاول ان يعطي يوحم بكلام بانه كان يعني اكبر مما يعطي، هذه فقط في البدايه. لكن نعم، هناك سؤال منذ فتره، يعني ليس هناك سياسه امريكيه في لبنان بشكل جدي، وهذه ظهرت في الانتخابات الاخيره. كان دور السعوديه واضح، كان دور ايران واضح، لكن لم يكن هناك مقاربه فعلا جديه. هناك نعم، يعني قد يكون هناك تواصل، قد يكون هناك مع بعض الأصدقاء أو تمويل مباشر أو غير مباشر، لكن ليس هناك سياسة أمريكية متماسكة في لبنان منذ أقل منذ عام 2009، وهذا يظهر الآن وسيظهر أكثر في الفترة المقبلة في ظل صعود الجديد الآن للدور السعودي في مكان ما. فبالتالي يعني فقط احاول يعني لن نجعل يعني مقال ديفيد هيل او كلام فلتمان كانه مدخل لفهم ما شيء ما مخفي في السياسه الامريكيه. هو اكثر يعني كما ذكرت محاوله منهم لقراءه الموقف كل على طريقته. وبالتالي الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية في رؤيتها للمنطقة، موقع لبنان من ذلك، طالما نحن نتحدث عن مرحلة الاستعداد لما بعد عودة واشنطن الاتفاق النووي، وطاولة مفاوضات امتدادا متسقة متصلة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران. يعني الاهتمام الأمريكي في لبنان الآن مرتبط لا سيما بموضوع الجيش، موضوع تفادي انهيار كامل. كان ترامب، بالنسبة لترامب كان لبنان مهم لأنه أراده ساحة مواجهة مع إيران، لهذا كسب أهمية قليلة. الآن بايدن لا يريد، أيضا بايدن يفكر الاتفاق النووي في لبنان، يريد إدارة النزاع في لبنان بطريقة أقل وجع راس بين مزدوجين للسياسة الأمريكية، لأن إذا كان هناك اتفاق مع الإيرانيين سيكون محاولة تسهيل بعض الأمور كما حصل عام 2014. أبعد من ذلك، يعني ليس هناك أولوية كبيرة أمريكية بلبنان، ليس بالتمويل، ليس في الوقت، حتى البيت الأبيض لا يهتم كثيرا بالتفاصيل الخارجية تتابع الموضوع. فبالتالي يعني الانتخابات في لبنان لم تكن محور اهتمام الامريكيين، تركيزهم اكبر على الصوره مع ايران، ماذا سيحصل في اكثر من منطقه، لا سيما الان التركيز على اوكرانيا على سبيل المثال. فبالتالي نعم، لبنان ليس اولويه. كان هناك استثناء مع ترامب لانه اراد ساحه مواجهه مع ايران ومع حزب الله. طيب، لكن الان عادت السياسه الامريكيه الى ما قبل ترامب، الى سياسه اكثر يعني اخذ مسافه من لبنان، والكلام مع الفرنسيين وغيرهم، ومحاولة تسهيل أينما كان هذا أمر ممكن. طيب، انطلاقا من ذلك سيد عري برنتاوي، حتى نتحدث فعلا عن حقيقة الموقع والموقف الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية يهمها لبنان ليس لأنه صغير أو هي معنية فيه، على اعتبارات عديدة، تريد نظاما سياسيا يتسق يتبع لها، تريد نظاما ماليا اقتصاديا هو امتداد تحت عنوان الليبرالية الجديدة أو الرأسمالية وما إلى ذلك، لكنها تخشى على إسرائيل، لذلك هي لديها مشكلة مع حزب الله حتى نكون حصيفين في الحديث، وبالتالي تريد أن تؤمن إسرائيل من خلال القضاء على سلاح حزب الله المهدد الأساسي كما تقول تل أبيب، لذلك هذه الانتخابات كانت عنوانا أو محطة جديدة لمواجهة هذا السلاح، وفي محطات كثيرة، ويمكن حرب تموز 2006 واحدة مما يؤكد حقيقة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بملف لبنان انطلاقا من هذا المعطى. أي بنتيجة الانتخابات، أي مسار يمكن أن نراه لحفظ أمن إسرائيل وفي دائرة التوازنات الإقليمية الجديدة على مسار تسويات أو ربما اشتباك؟ يعني منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نتحدث ونكتب وأحيانا عبر شاشتكم بأن الشرق الأوسط برمته لم يعد موضع اهتمام شديد من قبل الإدارة الأمريكية، ولم يعد أولوية في هذا المجال، وأن واشنطن يعني تتبع سياسة انسحابية من هذه المنطقة عموما، وأنها تولي اهتمامها بمنطقة المحيطين الهادي والهندي وآسيا وروسيا والصين، وأنها تفضل الآن القيادة من الخلف عبر حلفاء ووكلاء وغير ذلك. لبنان جزء من هذه اللعبة، يعني لا يعقل أن يكون كل الشرق الأوسط يحظى بقيمة متناقصة فيما لبنان يحظى بقيمة متزايدة، هذا أولا. ثانيا، المنظور الأمريكي للبنان أعتقد أنه جزء من منظور أوسع له علاقة بإيران، يعني كيف تتعامل الولايات المتحدة مع إيران ينعكس ذلك تلقائيا على لبنان. عندما دخل ترامب في سياسة الضغوط القصوى
وبدأ يلوح الحلف الاستراتيجي الشرق أوسطي في مواجهة طهران ومسارات إبراهام وغير ذلك، نعم كان هناك ربما اهتماما أكبر قليلا في لبنان. الآن ونحن أمام إدارة تريد العودة للاتفاق النووي وتنخرط في مفاوضات مفتوحة وغير مشروطة وغير مجدولة زمنيا مع إيران، الاتفاق النووي على الطاولة ولا أحد يريد أن يسحب في هذا المجال، رغم أن هذه الإدارة حددت مواعيد لإنهاء هذا المفاوضات إن لم يجري التوصل إلى اتفاقات، ثم تراجعت في هذا المجال. أنا في ظني أننا أمام استحقاقين كبيرين، نقطتي تحول game changer كما يقال في المنطقة، سوف يكون لها انعكاس كبير جدا على لبنان وغيره من ساحات المنطقة. فيينا، وما إذا كنا سنذهب إلى اتفاق أم لا، هذا سيكون له انعكاس على كثير من أزمات المنطقة بدءا من اليمن وليس انتهاء بلبنان. النقطة الثانية هو الحوار السعودي الإيراني الذي يتقدم، ويتقدم بالذات بعد الجولة الخامسة وربما الجولة السادسة تكون على المستوى الوزاري بين الجانبين، والحوار انتقل من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، والحوار بلور في جولاته الخمس الأولى يعني جدول أعمال لهذا الحوار، ولأول مرة يعني قبل الطرفان ببحث القضايا الإقليمية وليس فقط صحيح. قضايا العلاقات الثنائية بين الجانبين، القضايا الإقليمية بدءا باليمن وليس انتهاء بلبنان مرة أخرى. لسنوات طوال كان الوضع في لبنان محكوما بمعادلة سين سين، السعودية سوريا، إلى العام 2005 استشهاد رفيق الحريري. الآن هل نحن أمام مرحلة جديدة إن صارت الأمور بفيينا أو على الخط الثنائي السعودي الإيراني بشكل جيد؟ سنكون أمام معادلة سين ألف السعودية إيران في هذا المجال؟ أعتقد أن هذا السيناريو محتمل، هذا سيناريو محتمل. لكن ماذا إن تعثرت هذه المسارات؟ ماذا إن تعثرت فرص الوصول لاتفاق نووي؟ وماذا إن انعكس ذلك تعطيلا على مسار الحوار الإيراني؟ نعم سيعود لبنان ساحة لتصفية الحسابات وساحة للمواجهة، لكن إلى أن يحدث ذلك أعتقد أن لبنان مقبل على منطق على مرحلة ربط نزاع بين الأطراف المحلية والإقليمية في هذا المجال. لذلك في ظني أننا سنرى المزيد من الشيء ذاته بعد الانتخابات، يعني برلمان برئاسة نبيه بري وإن بأصوات أقل، مخاض طويل ومديد ومرير لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وهذا ليس بشيء جديد عليكم في لبنان، وبعد ذلك موضوع الرئاسة الذي في ظني سنكون أمام خيارين، إما الفراغ وإما رئيس توافقي. هذا ربط النزاع سوف يدور حول هذه المسائل، لكن دعينا نعيد الأمور إلى نصابها. موازين القوى في لبنان وفي غيره لا تتحدد فقط في البرلمان صحيح. يعني حزب الله بال2005 فقد الأغلبية، ما كانش عنده أغلبية ودخل أصلا، كان حديثا داخل على الحياة السياسية اللبنانية ولكنه كان حزبا فاعلا وأساسيا. بال2009 خصوم الحزب أيضا حظوا بأغلبية ومع ذلك لم يتغير المشهد. بال2018 حصل على أغلبية ولكنه لم يستطع أن يفرض خياراته على الأطراف الأخرى. لبنان لا يحكم من قبل طرف، لبنان يحكم بالتوافق. حكمة قديمة، الانتخابات النيابية الأخيرة أعادت الاعتبار لها، وهذا أنا في ظني أمر بالغ الأهمية. وربما كما قال السيد حسن نصر الله مرة أخرى أن هذه التوازنات المعقدة، هذه البعثرة في الكتل الكبيرة في البرلمان اللبناني، هذا الداخل الجديد على اللعبة السياسية في لبنان من مستقلين وحراكيين وتغييريين وغيرهم، هذا قد يكون مفيدا للبنان. وبالمناسبة الدبلوماسية والمفاوضات تنشأ في لحظة توازن قوى من هذا النوع. انظر إلى ما حصل في اليمن بعد معارك مأرب، فتح الباب أمام الدبلوماسية وأمكن التوصل إلى هدنة. أما عندما يشعر طرف أن بمقدوره بالأغلبية الساحقة أن يملي خياراته، فلماذا يذهب إلى مائدة المفاوضات؟ لماذا يذهب إلى مائدة الحوار طالما هو قادر على الأرض في البرلمان أن يفرض خياراته؟ أعتقد أنني شخصيا أرى أن لبنان ربما يكون مقبل على تسويات، لكن هنا يجب أن نقف قليلا أمام الفرق بين السياق العام الموضوعي الكبير
وبين شخصيات التي تدير المشهد في لبنان، واللي حتى يعني منهم يعني حلفاء لامريكا، وصفهم ديفيد شنكر يعني في تصريحاته اللي ذكرتوها بانهم مجموعه من بما معناه يعني مجموعه من الانتهازيين الذين يغلبون مصالحهم الشخصيه، المبعثرين المنقسمين على انفسهم. احيانا كثيره تكون هناك رغبه اقليميه دوليه في تسويه امر، لكن هناك عقبات محليه تنبع من مصالح فاسده لنخب متحكمة خاصة في الأنظمة المحاصصة الطائفية، وبرزت كثيرة والأمثلة كثيرة أيضا سيد الرئيس. وربما هل إذا يعني أو تشنكر إذا كان بشكل أو بآخر بعض الأمور قدمها سيد جو ماكرون بأنها يعني قد أو حتى هل ضمن التحليل أو لا تعبر، لكن المعلومات يفترض بأنها يعني تقدر على اعتبار بأنهم كانوا في مكان المسؤولية أقل قصة 10 مليارات دولار التي صرفت باتجاه دعم يعني من يسمى المجتمع المدني والثوريين وما إلى ذلك، أو حتى بالنسبة للقوى الأمنية. ما رأيك بكل ما تقدم دكتور بزي خصوصا في موضوع موقع لبنان تأثرا وتأثيرا يعني بموضوع التسويات انطلاقا ما بعد هذه الانتخابات، وتحديدا نعود مجددا لما يعني جاء عن مصدر سوري رفيع حول الاطمئنان لأيضا يعني موقع سوريا حتى من أي تسوية إن كان في توازنات في داخل لبنان لا تكون على حساب سوريا، يعني حتى في متانة العلاقة مع إيران أو حتى مع حلفائها في لبنان، طالما حدث عن الطاولة الأكبر إيران الولايات المتحدة الأمريكية والطاولة التي تأتي من بعدها إيران والمملكة العربية السعودية. حقيقة ست رامية، مع أهمية أن تسوية كبرى يفترض أنها على نقطة ما من مسار لم تتضح المسافة إليه بعد، واضح أننا نحن في لبنان لازلنا في خضم مخاض قاسي، لعبة موازين القوى فيه ليس فقط بالسياسة الداخلية بل بموقع لبنان الجيوسياسي لازالت مفتوحة آفاق، وأي قدرة للحوار السعودي الإيراني على الإنجاز برأيي أنا مرتبطة جوهريا بمسار فيينا وبموقع الولايات المتحدة. صحيح أن الولايات المتحدة هي في حالة انكفاء عن منطقتنا، لكن يوم الجمعة الماضي مثلا ربطا بالخصوصية اللبنانية، الجنرال قائد المنطقة الوسطى الأمريكي الجديد كان في زيارة، الجنرال كوريا كان في زيارة إلى بيروت، التقى الرؤساء الثلاثة والتقى قائد الجيش في إطار قلق أمريكي مرتبط بالملفات الإقليمية ومسألة نوع من إعادة انتشار روسي تجري في سوريا، وحاول أن يطلب من الجيش ومن الدولة اللبنانية التزامات جديدة ربطا باللحظة القادمة، وكان هناك نوع من عدم حماس لبناني لمزيد من مطالب أمريكية إلى علاقة بالجيش وبالحدود الشرقية مع سوريا. الآن اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام موجود بزيارة إلى واشنطن بدعوة من مجلس الأمن القومي بملفات كلها إقليمية الطابع إلى علاقة أيضا بسوريا وبوقائع متحركة تجري هناك. صحيح أن سوريا مؤخرا انفتحت على الدبلوماسية من خلال زيارات عربية للإمارات وغيرها، لكن زيارة الرئيس الأسد إلى طهران مؤخرا، قسوة ضربات العدو الإسرائيلي مؤخرا على سوريا، حديث الملك الأردني بعد زيارته إلى واشنطن عن واقع جديد في المنطقة الجنوبية وإمكانية أن تقوم إيران وحلفائها بتعبئة الفراغ الروسي أو إعادة الانتشار الناعم الذي يقوم به الروس، كل هذه الوقائع تشي أن سوريا تعود مجددا إلى تفعيل دور المقاوم ضمن مسار حلف المقاومة. بتعبير أوضح، اللحظة يبدو أنها تعود للمواجهة وليس للدبلوماسية على ضوء التطورات القادمة. وكمان هون بدي أشير لأمر مهم له علاقة بلبنان وبالاهتمام الأمريكي فيه، هو مسألة النفط والغاز والمسعى الذي يقوم به أموس هوكشتاين بظل ما أفرزه واقع الحرب في أوكرانيا من حاجة لبدائل منطقتنا وحوض شرق المتوسط جزء أساسي منا، فما بالك أنه سماحة السيد حسن نصر الله بإطلالتين مؤخرا
ركز أن الثروة الوطنية اللبنانية خاصة بالبلوكات الجنوبية 8 و9 و10 قد تكون الرافعة الوحيدة لإنقاذ لبنان من الهوة السحيقة الموجود فيها، وهذا يجعل لبنان رغم خصوصية التراجع الأمريكي جزء أساسي من معالم موازين القوى والمواجهة القادمة. وكل الأحوال هذا ملف أيضا قد يكون متفاعلا وحاضرا في كل الأطراف، يعني على المستوى العربي الإقليمي والدولي، طالما في عمل إسرائيلي اللي لكن يعني بس ملاحظة في أمرين جديدين. سماحة السيد قال ليش يحق للعدو أن يستثمر في بلوكاته وفي حقوله مثل كريش دون أن ينتظر الترسيم، بينما نحن ننتظر الترسيم، أمر أول. نعم. اثنين، رسالة مبطنة لشركة توتال عبر الرئيس بري وتبناها سماحة السيد أن مهلة شهر، وبالتالي قد نكون أمام استدعاء لشركات جديدة إذا بده يبقى الفرنسي خاضع. يعني وكأنها قدمت هدية ما قبل أن تصبح تصريف أعمال يعني لتجديد لتوتال بكل أحوال. هذا يعني نأمل أن الفرنسيين يعوا مخاطر هذا الأمر بالمرة. شكرا جزيلا لكم دكتور وسيم بزير، كاتب البحث في الشؤون السياسية، ضيفنا هنا في الاستوديو. سيد عري برنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ضيفنا من العاصمة عمان. وسيد جو ماكرون الخبير في الشؤون الأمريكية، ضيفنا من واشنطن. من جديد شكرا لضيوفنا ولمشاهدينا. المسائية انتهت. دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.